ولغايه وقتنا هذا ما عملتلهاش شهاده وفاه، لان انا ما مقتنع ان هي ماتت بصراحه. وراحت من البنت. انا محمود المصري، دخلت العراق سنه 74، اشتغلت بعد كده مره في مره، يعني عشت مع الشعب العراقي، حبيت الشعب العراقي ونسيت حياتي كلها، وجيت واستمريت وعشت بالعراق. كانت كلها ايام خير، العراقيين طيبين. نيجي لعمليه الشغل بتاعنا. الشغله دي احنا ورثناها ابا عن جد. انا عملت مريم العذراء حي الشفاء، هدوها الاندلس. ها الحمد لله جت لي صوره عيسى عملتها، وعندي الحزباء، منارة الحزباء بعملها، والطور المجنح بسويه بإذن الله. مش عارف اتصرف، مش عارف اخد حقها من مين، حقها مش عارف اخده من اي مين، من مين اخد حقها ما اعرفش.